واحد بيقول أنا فتى مراهق جدا، عندما أرى أي فتاة جميلة أعجب بها وأحبها أن أكون علاقة معها. الواد المراهق ده لخبط لنا الجملة تاني. يا ابني البنات الجميلات كثيرات، كل بنت تحبها يبقى انت هتعمل ايه بقى؟ تحب مئات مئات والوف حول العرش وقوف. لازم تعقل شوي. هو الظاهر ان قلبك فاضي فاي حد قادر يخش جواه. يا ريت تملا قلبك بحاجات اتقل من محبه البنات، يعني تتعود انك تحب ربنا وما تمشيش تبص في البنات. في الكتاب اللي انا عملته عن المحبة في جزء كيف تحب الله، يا ريت تقرا هذا الجزء. واحد بيقول ان مرتبات المرتلين في بعض الابروشيات قليلة، علما بان ظروف المعيشة غليت. وجايز في الابروشيات دي حتى مرتبات الكهنة برضو ضعيفة. هو المعلم اللي مرتبه ضعيف ياريت يعلم الاولاد بتوع مدارس الاحد الالحان وياخد فيها فلوس، يعني يكون له عمل اضافي. ومع ذلك هحاول اكلم الاباء الاسقفة اقول لهم يزودوا المرتبات. وبرضو المعلم اللي مرتبه ضعيف بياخد في الاكاليل وبياخد في الخطوبات وبيقشش زي ما بيقول. واحد بيقول اعرف شخص كان يريد ان يتزوج زوجة اخيه المتوفى فرفض الكاهن، فذهبوا الى اباريشية اخرى وتزوجوا بروتستانت، فما موقفه؟ وهل ثمرت الزواج الاطفال ثمرت خطية؟ وهل يمكن ان ياخدوا قانون ثم يتناولوا؟ لا، الحكاية دي غلط في غلط، واحنا ياما اعلمنا عنها، والكاهن نفسه الارثوذكسي رفض. اذا هم عارفين ان غلط وارتكبوا الغلط عن معرفة. الاولاد الصغيرين ممكن يتعمدوا، ونشوف اشبين يعلمهم طريق ربنا. لكن كنا ان دول يغلطوا وياخدوا قانون ويتناولوا؟ لا، دول معاندين واتجوزوا رغم انذار الكنيسة قالت لهم غلط، راح متجوزين غلط. كمان البروتستانت لا يعترفون بان الزواج سر من اسرار الكنيسة، عندهم ده مجرد عقد لكن مش سر من اسرار الكنيسة. واحد بيقول ليس لدي سؤال ولكن اريد ان اسجل اعجابي الشديد جدا جدا. متشكر يا كابتن خير. واحد بيقول انا خادم وفي كنيستنا يصلي ابونا القداس بسرعة فائقة حيث ينتهي منه في ساعة، وانا لا استطيع ان اركز في القداس ولا الصلاة، ويصاحب عقلي إدانة للكاهن ولا استطيع عدم إدانته، فماذا افعل؟ صلي في كنيسة تانية، احضر الصلاة في كنيسة تانية. مش هتعرف تغير القسيس، غير المكان، لكن تخش وتقعد تنتقد والدين هتستفيد ايه يا ابني غير وجع الدماغ والتعب؟
بيقول على العلم انني لا استطيع الاعتراف بهذه الخطيه لان اب اعترافي موجود معي في نفس الكنيسه ويعرف هذا الكاهن. لا قل ما جايز اب اعترافك متضايق منه برضه. ولو كان اب اعترافك هو نفس القسيس ما فيش مانع تقول دي ما فيهاش مجامله. واحد بيقول قرات كتاب قداستك عن الادانه وعرفت ان النميمه حاجه صعبه خالص، لكن مش قادره لبنتي يعني مش قادره اتخلص من عاده النميمه وهذه الخطيه تسبب لي الندم. اسكتي احسن، اسكتي احسن بدل ما تقع في نميمة وتمسك في سيرة الناس ليل ونهار. اسكتي احسن. وان حد فتح معاك مواضيع زي كده اسمعي دون ان تتبادلي الكلام معاه، وحاولي تحولي الكلام الى مجرى اخر وتتخلصي من القعدة دي. واحد بيقول هل التجارة في الدولار حلال ام حرام خارج البنوك في السوق السوداء؟ ما اقدرش اقول لك السوق السوداء حلال، كفاية انها سود. والدولة بتجرمها يعني مش بس قصاد ربنا حرام، لو اتظبطت فيها هتروح في سين وجيم واحيانا في سين وجيم ونون، احنا عارفين ايه الحكايه. واحد بيقول لي اربع بنات اكبرهم عمرها 33 سنه وشكلهم مش وحش وحضر خطاب كتار، وعند دخول المنزل لم ينطق احد منهم بكلمه طلب زواج، وحضر عندي احد الخدام غير ارثوذكس وقال البنات دول معمول لهم عمل دون ان احكي له شيء. مفيش حاجه اسمها عمل يا ابني، كل ده كلام فاضي. هو بس البنات دول يتوضبوا ويتمهمزوا كده ويجيبوا. اقصد يتزركشوا شوي. واحد بيقول انا اعرف ان الكنيسة لا تصلي على الشخص المنتحر، ولكن اذا انتحر شخص نتيجة مرض مثل الاكتئاب في مواقف الكنيسة، اذا كان في حالة عقلية مش سليمة او حالة نفسية مرض نفسي ممكن يصلي عليه، لان المرض الانسان في المرض العقلي لا يدري ماذا يفعل وما يقدرش يحكم على افعاله، فلا مسؤولية على الشخص اللي عقله كده واحد بيقول بعد مجيء السيد المسيح له المجد في المجيء الثاني هل يوجد حياة على الأرض أم لا؟ لا يوجد، لأن العقيدة دي عقيدة شهود يهوى والسبتيين الأدفنتست، لأن الكتاب بيقول نفس السيد المسيح قال السماء والأرض تزولان، ويوحنا الانجيلي في سفر الرؤيا قال ابصرت سماء جديده وارضا جديده لان الارض الاولى والسماء الاولى قد زالتا ولم تعودا توجدان بعد. ومعلمنا بطرس الرسول بيتكلم ازاي ان الارض دي هتنتهي والعناصر تذوب مشتعله، يعني مش هيكون في ارض يقعدوا فيها.
الأبرار يقعدوا في أورشليم السمائية والأشرار يروحوا جهنم النار. واحد بيقول أنا شخصية هادئة جدا، فهل هذا الهدوء صفة غير مقبولة في الرجل؟ يعني عايز تتشائم؟ لا، كويس انك تبقى هادي، كويس انك تبقى هادي، بس ما تبقاش ميت كده بجثة هامدة. يعني تبقى هادي لكن فيك حياة ولما تقعد وسط ناس يكون لك شخصية برضو. دي مش ضد الهدوء، كون انك تبقى شخصية وتعرف تتكلم كلمتين كويسين، دي مش ضد الهدوء. تبقى هادي وأيضا شخصية كويسة. واحد بيقول كيف أفرح أو أشعر بالسعادة رغم كل المشاكل والهموم التي حولي وبداخلي وداخل الأسرة؟ أنت تقول ربنا هيحلها، إن شاء الله كله يتحل. ده الكتاب بيقول في فيلبي 4:4 افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. وبيقول في رسالة معلمنا يعقوب احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. قول كله للخير وربنا هيحلها إن شاء الله وتبقى كويسة. واحد بيقول سامحني يا سيدنا على ضعفاتي، لأن للأسف لم أقرأ كل كتب قداستكم. هل يوجد كتاب لقداستكم لتفسير قانون الإيمان؟ فيه كتاب لتفسير قانون الإيمان. وبعدين هل يوجد كتاب لتفسير سفر الرؤية؟ فيه محاضرات وكستات تقدر تسمعها، لكن لسه ما طلعتش كتاب عن سفر الرؤية. ممكن ان المحاضرات دي نعملها كتاب لو شاء الرب وعيش. اتمنى من ربنا ان تصل هذه الكلمات بسيطة قدسك. ما كنتش لاقي كتاب قانون الايمان، تيجي عندنا وديك نسخة منه، بس مش تيجي بكرة ونمسافر، تيجي بعد نرجع بمشيئة ربنا. واحدة بتقول أنا أرملة شابة، مشكلتي هي محبتي المفرطة للمحيطين بي، وكثيرا ما تأتي هذه المحبة بنتيجة عكسية، مع أن محبتي طاهرة وغير مغرضة، فأرجوك أن تعلمني كيف أحب الآخرين وكيف أختار القدوة الصالحة لابني. ممكن تحب الناس بس ما تتدلعيش عليه، فاهمة الكلمة دي؟ يعني تحب الناس لكن ما تتدلعيش عليه، تتكلمي بمحبة لكن محبة محتشمة. الرجال يا عيني ضعفاء ومساكين، ما بيحتملوش محبتك المفرط، فخديهم على ضعفهم ورفقا بالقوارير. سؤال: تعرضت لمشكلة مادية في العمل وكنت في غاية القلق خوفا من الانكشاف والسقوط، وكل يوم يمر علي بصعوبة وتفكيري مشغول به باستمرار، وقد ظهرت علي علامات الاضطراب والقلق، وتقدمت للاعتراف بخطاياي التي كنت سالك فيها دون ذكر هذه المشكلة، وقمت بالتناول من أسرار مقدسة وقدمت التوبة والتمسك بالله، وشعرت بالسلام في هذه المشكلة. ما معنى هذا السلام؟ والآن لا أفكر في هذه المشكلة وما زالت قائمة. أهو ربنا يعني إشفاقا عليك أعطاك هدوء في قلبك وفي فكرك، وصلي إن ربنا يحل المشكلة دي.
واحد بيقول في نسب المسيح سلسلة النسب تصل ليوسف النجار، رغم أن السيدة العذراء حل عليها الروح القدس وبهذا حملت السيد. هو ما كانوش يقدروا ساعة كتابة إنجيل يتكلموا على الميلاد العذراوي لألا اليهود ياخدوها يرجموها يعني، فكانوا مدارين عن النقطة. أما حكاية نسبه بيوسف، يوسف أقرب الأقرباء إلى مريم العذراء، وينتهي هو أيضا إلى داود النبي، والعذراء تنتهي أيضا إلى داود النبي، فالمسألة توصل لبعضيها واحد بيقول إذا كان ربنا يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد والعالم بكل شيء والذي أنبأ وأخبر بالأمور المستقبلة والأمور المتعلقة بالأب لمعرفته الكاملة بها، وقد ذكر الكتاب المقدس عنه الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الأب هو خبر، فلماذا يعلم البعض بإسناد وظيفة نبي له؟ هو المسيح من ناحية البشرية كان كاهنا وملكا ونبيا، يعني كان له الوظائف الثلاثة دي من ناحية بشريته، من ناحيته كإنسان يعني، لكنه لم يكن مجرد نبي. واحد بيقول رأيت كاهن يتكلم في التليفون المحمول داخل الهيكل أثناء القداس الإله، ما هو رأيك؟ رأيي إن الكاهن ده غلطان، وإنت ممكن تاخد التسجيل الصوتي بتاع إجابة السؤال ده وتدهوله هدية كده، أو تقولي على اسمه أنا أكلمه وأقوله اللي إنت بتعمله غلط. وأنا في مجلة الكرازة كتبت قبل كده على ان التليفون المحمول ده الموبايل فون يعني لا يدخل الهيكل ولا في الكنيسة، لان الشخص اللي بيخش الكنيسة هينشغل بالله ولا ينشغل بالناس؟ هيقعد يتابع القداس ويصلي ولا يسيب ربنا وينشغل بكلام البشر؟ كمان دي لا تتفق لا مع قدسية الكنيسة ولا مع قدسية السر الإلهي. ياريت كل الآباء الكهنة اللي هنا ما فيش حد فيهم يخش بتليفون جوه الكنيسة أو جوه الهيكل. كلمة ياريت دي على خفيف. واحد بيقول نطلب من الرب أن يعطيكم وقتا لإصدار كتاب حياة داود وكتاب عن شوديا بصلواتكم إن شاء الله. هو كتاب داود جاهز ما عدا الجزء الأخير من حياته اللي بدري ليه إن شاء الله يكمل بصلواتكم. بعض المسائل زوجية مش هقدر نكتفي بكده عشان نخش في الموضوع. لونها اسود مش ابيض، دي سوداء وجميلة زي سفر النشيد.
اللون الاسود دليل الرزانة، واللون الابيض يعني ما يتفقش معنا ابدا. ده ناقص تقول لي ليه ملابسك سودة مش بيضة. معلش يا ابني، هي كده تليق بالناس الكبار والناس الكهنوت ان تكون حاجاتهم رزينة مش ملعلعة. ده انت لو مشيت في الحكاية دي هتلاقي تقريبا كل الاباء الاسقفة برضو عربيتهم سودة. وربما عربيات الاباء الكهنة برضو سودة، قليل فيهم اللي ابيض. يعني في الوان كتير. ماشي الاسود ده. على فكرة العربية اللي بستعملها دي جياني هدية بسواتها كده، يعني مش انا تعمدت ان انا اشتريها عربية سوداء، جياني هدية كده. ولو كنت هشتري برضو كنت هشتريها سود. واحد بيقول ما معنى كلمة قوشية ومن اين جاءت هذه التسمية؟ كلمة قبطية يعني طلبة، طلبة من الطلباء. وفي اليوناني برضو نفسها. جابوا لي الحاجات دي من الأسئلة. خليك لطيف، ما قالش اسمه. انا في الحقيقة بمناسبة يوم الصلاة العالمي كنت محضر لكم كلمة عن الصلاة بمناسبة يوم الصلاة العالمي. كنت محضر لكم برضو كلام عن متاعب الذكاء الذكاء والتليفونات. ايه الحاجة الثالثة اللي قلناها كمان؟ كلام الحديث اللي ايه؟ آداب الحديث في التليفون. آداب الحديث، ما هي آداب الحديث في التليفون ومتاعب الذكاء. في حاجة ثالثة؟ كان في حاجة تالتة واحنا نسيناها. التناول. اللي ايه؟ آداب التناول. آداب التناول. آداب التناول. طيب خالص. عشان ما فيش وقت نخلي الحاجات دي اللي بعدين. Thank you.
باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الصلاه من اعظم الامور ومن اعمقها، وممكن نقول عليها صفات كثيره. الصلاه ليست مجرد كلام مع الله، ممكن نقول ان الصلاه لقاء مع الله، او لقاء بين روح الله وروح الانسان. اما ان الله ينزل الينا او نحن نصعد اليه. الصلاه هي جسر ذهبي يوصل بين السماء والأرض، ولذلك شبهها البعض بسلم يعقوب. الصلاة ليست مجرد قلب، مجرد كلام، فخفقة القلب صلاة، ودمعة العين صلاة، وطلبة الضمير صلاة. ممكن الإنسان يصلي دون أن يفتح فمه ودون أن يتكلم، كما إن حنة أم صموئيل كانت أيضا تصلي دون أن تفتح فمها. رفع اليدين أيضا صلاة، والمزمور بيقول ليكن رفع يدي ذبيحة نسائية. الصلاة عموما هي صلة، صلة بين الإنسان والله. وإن كان الإنسان يصلي مهما قال من كلام ولم يشعر بوجود هذه الصلة فكأنه لم يصلي. التعبير العربي صلاة من صلة أجمل كثير جدا من كلمة prayer مثلا باللغة الإنجليزية اللي معناها طلبة أو توسل. الصلاة هي الإحساس بالوجود في حضرة الله، إحساس بوجودك أنت في حضرة الله، وإحساسك بأن الله موجود معاك في نفس الوقت. الصلاة هي رفع القلب إلى الله، أو هي حنين القلب إلى الله. عشان كده بيقول في المزمور من كل قلبي طلبتك، عطشت نفسي إليك، اشتاقت نفسي إليك مثل اشتياق الأيل إلى جداول المياه، مثل اشتياق الأرض العطشانة إلى الماء. ده الصلاة. الصلاة هي اشتياق المحدود إلى اللا محدود. الصلاة هي بخور روحي صاعد إلى الله من قلوب حارة كالمجمرة. الصلاة الطاهرة هي الموت عن العالم للتفرغ لله وحده. يعني الإنسان ينسى العالم كله عشان يفتكر ربنا، وينسى كل مشاكله ومشاغله عشان يقعد مع ربنا قاعدة كده، نوع من الريلاكس الروحي. الصلاة هي حب لله يعبر عنه الحديث معه، هي فتح القلب لله وعرض الحياة أمام الله. الصلاة هي رعب للشياطين
الصلاة الطاهرة النقية اللي هي الصلة مع الله هي رعب للشياطين، لذلك تحاول الشياطين بقدر الإمكان أن تمنع الإنسان عن الصلاة لأنها تخاف من صلاته. الصلاة هي طعام الملائكة والقديسين، هي تعزية المتوحدين الذين ليس لهم عزاء بشري، هي غذاء للنفس والروح، وهي تحويل للفكر نحو الله. الصلاة هي شبع روحي، ارتواء نفس عطشانة إلى الله. بيقول له في المزمور: باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. الصلاة هي عملية تحويل نفس الإنسان إلى سماء أو إلى عرش لله. الصلاة ليست فرضا ولا واجبا ولا مجرد وصية ولا مجرد تقوى وعبادة، وإلا صارت ثقيلة نعملها بتغصب لأجل الطاعة فقط. هي في حقيقتها رغبة وشوق. الصلاة هي مفتاح السماء، هي أحد مفاتيح قلب الله، مع أن قلب الله مفتوح باستمرار، لكن شعورك بأنه انفتح ليك. لا يستطيع أحد أن يصلي كما ينبغي لو كان له طلب آخر غير الله. يعني أعمق صلاة هي اللي يكون طلبك فيها هي الله فقط. قال له: طلبت وجهك ولوجهك يا رب ألتمس، لا تحجب وجهك عني. وقال: واحدة طلبت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيامي لكي أنظر نعيم الرب وأتفرس في هيكله. عند القديسين تصبح الصلاة شهوة قلب، يشتهون أن يصلوا ولا يستطيعون أن يقاوموا هذه الشهوة ولا يريدون أن يقاوموا. الصلاة ليست مجرد طلب، وإلا يظن أنه لولا الحاجة، الاحتياج يعني، ما كنا نصلي. فقد يصلي الإنسان صلاة قوية دون أن يطلب طلبا واحدا. إزاي؟ يعني مثلا صلاة السرافيم: قدوس 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 رب السباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. في طلب هنا؟ ما فيش طلب. أو صلاة ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، ويشبهها المزمور 103: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطن ليبارك اسمه القدوس،
باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي يشبعك بالخير فيتجدد مثل النسر شبابك. فين الطلبة هنا؟ الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح، كثير الرحمة وبار، لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب أثامنا، لغاية دلوقتي لم يطلب أي طلب. إنما أيضا جزء من الصلاة إن الإنسان يتأمل إحسانات الله إليه، ويتأمل معاملات الله الطيبة له حتى دون أن يطلب طلبا جديدا. لذلك كانت صلوات التسبيح والتمجيد من أعمق وأعلى أنواع الصلوات، والتأمل في صفات الله الجميلة من الأشياء العميقة في الصلاة. وعشان كده الناس اللي بيستخدموا السبحة بيمسك السبحة وفي كل ما ينزل حباية بيتأمل في صفات الله أحيانا، يعني عشان كده سموها سبحة أو مسبحة، لأن بيستخدمها الإنسان أثناء التسبيح وإن كان لها استخدامات أخرى. صلاة الشكر، صلاة العرفان بجميل الله، دي مش طلب. في صلوات عبارة عن تذكارات مقدسة نتأمل فيها صنع الله من أجلنا، زي صلاة الساعة الثالثة، زي صلاة الساعة السادسة، الساعة التاسعة، بنتأمل إيه عمل ربنا من أجلنا. الصلاة أيضا اللي فيها حوار مع الله، الصلاة هي فترة تنعم، تنعم للروح، تتنعم أثناء الصلاة. على رأي أحد الآباء قال عن الناس اللي كانوا بيصلوا بروحانية، قال من حلاوة كلمة الصلاة في أفواههم ما كانوا يستطيعون أن يتركوا تلك الكلمة لكي ينشغلوا بكلمة أخرى. يعني كل كلمة لها عمقها ولها استمرارها في القلب وفي الفكر، مش عايز يسيبها من حلاوتها عشان يكمل باقي كلام الصلاة. أحيانا نصمت في الصلاة لكي يتكلم الله في قلوبنا ونستمع إليه، زي ما الشيخ الروحاني قال: سكت لسانك لكي يتكلم قلبك، وسكت قلبك لكي يتكلم الله. تستمع إليه وتستزيد قائلا: ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الصلاة هي اعتراف منا بحاجتنا إلى الله، ليس فقط حاجتنا في الأمور، أمور المشاكل أو الأمور المادية، إنما حاجتنا القلبية والروحية أيضا إلى الله. إنسان اللي يفرح بالوجود مع الله كمن وجد غنائم كثيرة، حاجتنا إلى الله لكي يعمل فينا ويعمل بنا ويعمل معنا.
حاجتنا إلى شركة الروح القدس في حياتنا، لأننا بدون الله لا نستطيع أن نعمل شيئا. تقول له: ألسنا يا رب هياكل لك؟ تعال إذن واسكن في هياكلك، وإن وجدت أي هيكل يحتاج للتطهير طهره. اجعلنا نشعر أنك فينا، تسكن في داخلنا، وتوجه حياتنا حسب مشيئتك. الصلاة هي تدشين للشفتين وللفكر، هي تلذذ بعشرة الله، عشان كده يسموها مذاقة الملكوت. الملكوت ما فيهوش حاجات مادية، لكن بنتذوق، بنشوف الملكوت بالعشرة مع الله. فالعشرة البسيطة على الأرض هي مذاقة، واحد مجرد بيدوق. الصلاة إن تحولت إلى شهوة، شهوة روحية، يمكن بها الوصول إلى الصلاة الدائمة، لأن الإنسان بيحاول ينفذ ما يشتهيه. الصلاة المقبولة عند الله هي الصلاة الطاهرة، والصلاة الطاهرة تصدر من قلب نقي مملوء بمحبة الله. إن لم تكن أنت كذلك، صلي إلى الله أن يمنحك هذه النقاوة وهذه المحبة. صلي لكي يعرفك الله كيف تصلي، زي ما التلاميذ قالوا للسيد المسيح: علمنا يا رب أن نصلي. مش عارف تصلي، خلي ربنا يعلمك. افتح قلبك لله واطلب إليه أن يدخل هذا القلب ويطهره، مثلما دخل إلى الهيكل وطهره في القديم. قل له: انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من الثلج. اديني الطهارة دي، إن كان طهارة القلب ونقاوته تحتاج إلى توبة، فقل له كما قال أرميا، أرميا 31:18: التوبني يا رب فأتوب. التوبة ده من عندك أنت، اللي تخليني أتوب. افتح أعماقك لكي تمتلئ من الله. ركز على الله وليس على خيرات الله. كتير من الناس في صلواتهم بيطلبوا خيرات الله، لكن انت اطلب الله نفسه، اطلب ان يملأك منه، لأن الكتاب نفسه بيقول امتلئوا بالروح، فأطلب إليه أن يملأك. وثق أن نفسك ستظل في فراغ إن لم تمتلئ بالله. اهتم بعمق الصلاة أكثر من طولها. العشار، الجملة واحدة في قصة العشار والفريسي، وخرج مبررا. واللص اليمين، الجملة واحدة، وأخذ بها وعدا بالفردوس، ما قالش غير.
والسارفين قالوا جملة واحدة بتاعت الثلاث تقديسات واعتبرت مثالا للصلاة التسبيح. إذن أنت اهتم بعمق الصلاة، ولتكن صلاتك بفهم وعمق. حاول أن تدخل الله في حياتك كلها، مش بس إذا جات لك مشكلة تصلي، دخل ربنا في كل تفاصيل حياتك، عرفه حالتك كلها واطلب منه أن يدخل في التفاصيل. مبارك هو الرب إلهنا الذي منحنا أن نصلي، وأن نوجد في حضرته، وأن نتمتع بعشرته. ومتواضع هو الله الذي يصغي إلينا ونحن نصلي، نحن التراب والرماد. ومحبوب هو الله الذي نكلمه كأب، كما قال داود: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي. نكلمه كأب، كلما يكشف ذاته لنا نزداد حبا له، وكلما نزداد حبا تزداد صلواتنا عمقا وطولا ومتعة. الصلاة دي متعة. وهكذا نجد أن الصلاة هي بركة لنا وعطية إلهية لنا، نأخذ فيها ولسن نعطي. على أن هناك صلاة تكون صلاة مقبولة، لأن هناك صلوات غير مقبولة أمام الله، زي ما قال الكتاب: صلاة الأشرار هي مكرهة للرب. عشان تقبل صلاتك تكون من قلب نقي، تقول ما عنديش القلب النقي، أقول لك اطلبه، اطلبه في صلاتك. لكي تصلي وتكون صلاتك مقبولة تكون تصلي وانت مصطلح مع الناس، ان كان في قلبك حقد او عدم مغفرة ربنا يقول لك اترك قربانك قدام المذبح واذهب اولا اصطلح مع اخيك وحينئذ تقدم قربانك. تقول بصلي وربنا مش قابل صلاتي، اقول لك علشان ما فيش في قلبك محبة، ما بيقبلش. صلي بحب نحو الله وبحب نحو الناس، لان بيقول يا ابني اعطيني قلبك. صلي ايضا بخشوع، خشوع الجسد وخشوع الروح. صلي بالروح ولا يكن كلامك صادرا من الفم فقط، لأن ربنا أنب ذلك الشعب قائلا: إنه يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيدا. الصلاة المقبولة تكون صلاة حارة وصلاة بإيمان. تقول وإن كان ما عنديش الإيمان الكافي، قل كما ورد في الإنجيل: أؤمن يا رب أعن ضعف إيماني. صلي بفهم، صلي بعمق، كل كلمة تقولها في الصلاة
تكون تعنيها وتقصدها وليست مجرد تلاوات بلا فهم. ادخل في بعض التدريب، تدريب بدء اليوم بالصلاة وانهاء اليوم بالصلاة، على شرط انك انت لا تسرع لكي تنتهي من الصلاة، كما لو كانت الصلاة حملا ثقيلا عليك تريد ان تتخلص منه. كلما تشعر برغبة في انهاء الصلاة طول الصلاة شوي. على رأي ماري إسحاق لما قال تطول الصلاة وزدها مزامير، حاول انك تطول الوقت في حضرة ربنا، صلي في كل مناسبة وفي كل مكان، حتى وانت موجود وسط الناس، الناس قاعدين يتكلموا في الفارغ والمليان وانت وسطيهم وقلبك مرفوع الى الله، والريس في حساب والنوتي في حساب، هم مش شاعرين انك تصلي، لكن انت بتصلي في صمت في داخل قلبك. درب نفسك على الصلوات القصيرة المتكررة، صلي لأجل الآخرين، تدرب على الصلاة الصريحة الخاصة. ما فيش مانع تقول له أنا رب بدين غير كتير، نجني من هذه الإدانة، أنا يا رب أقلق كثيرا ولا أحتفظ بسلام القلب، نجيني يا رب من القلق واعطيني سلامك، توبني يا رب فاتوب. نكتفي بكده، تفضل.